سفينة أسلحة إيرانية جديدة هذه المرة في قبضة البحرية الفرنسية، حيث أعلنت السلطات الفرنسية مصادرة شحنة أسلحة في سفينة متجهة إلى الصومال في مارس، وهي ثاني مرة يتم فيها مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة في تلك المنطقة هذا الشهر. ويرجح الخبراء أن شحنتين كانتا في طريقهما إلى اليمن من إيران. المتحدث باسم الأسطول الولايات المتحدة الخامس يقول إنه وفقا لتقييم واشنطن فإن الأسلحة المصادرة في الآونة الأخيرة كان مصدرها إيران ووجهتها النهائية المحتملة هي اليمن. لا جديد إذن سوى استمرار الموقف السلبي لطهران تجاه اليمن والمنطقة برمتها، فقد ارتبط اسمها في ذهنية اليمنيين بسفن الأسلحة ومصانع الألغام، ولم يعد خافيا للعالم إن اليمن دولة مستهدفة من سفن الأسلحة الإيرانية منذ سفينة جيهان التي كشفت نواياها تجاه بلد يعاني من العنف مثل اليمن. هذا وكانت قوات التحالف قد فرضت حصارا على الأسلحة الإيرانية الداعمة للميليشيا، وهو ما واجه موجة انتقادات حادة بل وتبرم واضح من قبل تحالف الانقلاب حول تقصير إيران بدعمها العسكري. إلا أن الإجابة الواضحة لهذه التفاصيل أن إيران شلت يدها عن اليمن، ولكن هل تم فعلا قطع هذه اليد أم أن الميليشيا استمرت بتهريب الأسلحة، خصوصا أن ما يضبط من أسلحة لا يأتي إلا من خلال قوات دولية وليس على السواحل اليمنية؟ وهل فعلا تنجح إيران بتمرير شحنات أسلحة للحوثيين رغم الحصار؟ ولماذا يتخاذل المجتمع الدولي أو يتغافل أمام التحركات السلبية لطهران؟ ولما كل هذا الرهان الإيراني في تمكين موقعها الدولي وفي المنطقة أيضا من خلال فرض أجندة القوة العسكرية على حساب استقرار اليمن والمنطقة؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نشاهد هذا التقرير. إيران تصدر الأسلحة والموتى إلى اليمن. في خرق هو الثاني من نوعه خلال شهر، أفشلت القوات الدولية مهمة إرسال شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عبر الصومال. في العشرين من شهر مارس ضبطت البحرية الفرنسية شحنة الأسلحة التي كانت في طريقها إلى الصومال، وقبل ذلك أعلنت البحرية الأسترالية أنها ضبطت شحنة أسلحة كبيرة أيضا. تتحدى إيران إرادة المجتمع الدولي عبر محاولتها المتكررة لخرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في 14 من أبريل من العام الماضي تحت الفصل السابع. المتحدث باسم أسطول الولايات المتحدة الخامس كيفن ستيفنز أوضح في تصريحة لقناة CNN أنه وفقا لتقييم واشنطن فإن الأسلحة المصادرة في الآونة الأخيرة كان مصدرها إيران ووجهتها النهائية المحتملة هي اليمن. لينضم إلى وجهة نظر مشابهة عبر عنها زميله من البحرية إيان ماكنوهي الذي أبلغ القناة ذاتها بأن شحنة الأسلحة المصادرة من قبل البحرية الأسترالية في وقت سابق من مارس كان مصدرها إيران ووجهتها اليمن. تصريحة كهذه توفر الدليل الكافي على مصدر الأسلحة ووجهتها على نحو يفضح إيران ومخططها الهادف إلى تكريس العنف في بلد مضطرب مثل اليمن حتى تتمكن من النفاذ إلى المنطقة وتحقيق أجندة هي خليط من الأهداف ذات الصبغة السياسية والدينية. حتى هذه اللحظة لم تعلق الأمم المتحدة ولم يتوقف مجلس الأمن الدولي أمام الأنباء الخطيرة القادمة من خليج عدن، حيث تتعرض إرادته لاختبار صعب على يد إيران التي تصر على ما يبدو على استدامة الصراع في اليمن وتغذيته بهذه الأسلحة وتقوية وكيلها ومنحه فرصة أخرى للبقاء في المشهد ولو على جثث اليمنيين. ربما تكون هاتين الشحنتين هما الأكبر على خط الإمداد الإيراني للحوثيين، فثمة زوارق ترسو في المناطق المكشوفة أمنيا على طول الساحل اليمني على خليج عدن والبحر الأحمر، وتعتمد على نشاط التهريب البري الذي كشف عن بعض تفاصيله في شبوة. تعتقد إيران أنها بإلكاء الصراع في اليمن أو سوريا تتسق مع صحوة إسلامية تتحقق على عينها في هذين البلدين وفي عدد آخر من بلدان المنطقة، أمر يفقد السياسة الإيرانية مصداقيتها أو يكشف عن حالة مستعصية من عدم المصداقية في سياسة تحركها النوازع الطائفية أكثر من أي شيء آخر. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نبيل البوكيري، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أستاذ نبيل، ربما ليست هذه المرة الأولى التي نناقش فيها هذا الموضوع، ظهور إيران مرة أخرى بسفينة أسلحة يعني يعيدها المراقبون أنها إلى إيران، هذه المرة في قبضة البحرية الفرنسية وهي تعد السفينة الثانية خلال شهر واحد، ما هي قراءتك؟ هي كما قلت أنت لن تكون المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. نحن أمام مشهد يتكرر دراماتيكي يتكرر باستمرار.
مشهد يبنى على استراتيجيات وليس مجرد عمل عبثي اعتباطي تقوم به إيران. هذا المشهد كانت نواته وجذوره الأولى منذ 86. نحن اليوم في 2016، يعني مسافة زمنية كبيرة. هذه المسافة الزمنية هي الخطة أو هي المكان الزمني لتنفيذ استراتيجيات بعيدة المدى بالنسبة لإيران. إيران تلعب بنفس طويل واستراتيجيات واضحة وتدرك ماذا تريد وماذا تفعل، وبالتالي ما نشاهده اليوم في أنا باعتقادي أنه حينما نتناول مثل هذه الأحداث مجرد خبر، نحن يجب أن نرسم انطباعا واضحا في أذهاننا أنه هذا الخبر ليس يعني بمعزل عن استراتيجية واضحة، استراتيجية بعيدة المدى. لن تكون هذا الحدث الأول ولن يكون الأخير. نحن أمام عمل متسلسل مرتبط بأكثر من حادث. يعني نحن شفنا منذ سقوط صنعاء التصريحات التي الرسمية التي اعتبرت صنعاء رابع عاصمة عربية تسقط في مجال النفوذ ويد النفوذ الإيراني في المنطقة، ورأينا أكثر من تصريح على كل المستويات السياسية والدبلوماسية. نحن أمام واقع يتشكل أمامنا، وبالتالي لا وظهر للعلن، يعني لم يعد وظهر للعلن. الآن الرابط الحاصل في هذا الحدث اليوم إنه يعني كلما قربنا من مشهد حديث عن تناولات سياسية، عن لقاءات سياسية، عن اتفاقات معينة، وهذا ما أقوله دائما اليوم إنه جماعة الحوثي ليست جماعة وطنية ممكن أن مستقلة القرار وذات قرار وسيادة داخلية على مستوى القرار الداخلي لهذه الجماعة. هي جماعة وظيفية وأنشئت من أجل هذا الغرض، أن تكون أداة وظيفية بيد المشروع الإيراني في المنطقة العربية، وبالتالي لا يمكن لهذه الجماعة أن 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 تتصرف بعيدا عن ولا يمكن أن يعني لا تستطيع أيضا أن تفك هذا الارتباط الموجود في 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 كثير من تفاصيل هذه الجماعة. يعني إذا عرفنا أنه هناك آلاف الطلاب يدرسون من هذه الجماعة في طهران ويستخدمون أيضا، يعني ليس فقط بغرض الدراسة، الغرض الظاهري هو الدراسة، لكن في صميم الاستراتيجية الإيرانية هو نفس الاستراتيجية اللي يتبعوها كانت تتبعها الإمامة في اليمن، نظام الرهائن، أشبه بنظام الرهائن. هي تبتعث طلاب طلاب وكوادر من هذه الجماعة إلى طهران ويتم مقايضتهم في مواقف سياسية للحركة. يعني صحيح إيران لم تستطيع أن تكون أو أن تواجه مباشرة، وهذه طبيعة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة العربية، لا تستطيع أن تكون مواجهة يعني بعد تجربة العراق وتجربة صدام حسين في قادسية صدام حسين التي عرفت. يعني كان هناك قرار استراتيجي لدى الإيرانيين ولا يمكن أن نواجه العرب في معركة وجها لوجه، لكن يجب أن نتواجه مع العرب في إطار تصفية حسابات داخلية بين أطراف المشهد العربي وثنائية السنة والشيعة وما إلى ذلك من تلك الأوراق التي يتم تغذيتها واستخدامها في المنطقة العربية، وبالتالي هذا الذي حاصل اليوم أمامنا. طيب نحن يعني أمام هذا يا أستاذ نبيل، يعني نحن الآن أمام ربما تخبط إيراني، وهناك من يقول أن هذه آخر أوراق إيران الفاشلة في إسناد الانقلاب، هل هذا صحيح؟ أنا باعتقادي ليس آخر أوراقهم، هم لديهم أوراق كثيرة يلعبونها. سفن الأسلحة واحدة من هذه الأوراق، لديهم أكثر من يعني الاشتغال المخابراتي بالنسبة للمشروع الإيراني اشتغال خطير جدا، يمتد ويتخذ أشكال شتى من تصدير أسلحة، من تصريحات دبلوماسية نارية، من أعمال مخابراتية، من تفجير هنا تفجير هناك، يعني اغتيال هنا. يعني نحن أمام شبكة معقدة من الأدوات التي تشتغل عليها إيران بنفس طويل من أجل أن تظل هي اللاعب والمؤثر وصانع اللحظة وصانع الحدث في المشهد اليمني كما هو في الحالة السورية والعراقية. وبالتالي نحن سنتوقع الكثير من العمليات. إذن يعني بتوقعاتك هذا أستاذ نبيل، أنت قلت ربما لن تكون هذه الورقة الأخيرة وأن هناك عدة أوراق، إذن ما السر في وجود إيران أو محاولة إيران أن تكون موجودة في هذا الصراع؟ يعني تريد أن تلعب هذا الدور السلبي أمام العالم، يعني حتى أنه المسألة أصبحت واضحة كما تفضلت. نحن كما هو اليوم متعارف أنه نحن أمام ذاهبون إلى الكويت في 18 أبريل القادم. الذهاب إلى الكويت في حد ذاته يعني ربما قد تكون هذه من ضمن الرسائل التي تطلقها إيران، أنه لا يمكن الحديث عن أي ملفات المنطقة ما لم يكون الإيراني حاضر، الطرف الإيراني حاضر بقوة في هذا في أي تسوية سياسية قادمة. يعني وهنا الآن نحن سنلاحظ حتى ليس فقط الصراع على مستوى إيران والقوى الدولية، الصراع الآن بين
يعني امتلاك إرادة، محاولة إرادة جماعة الحوثي للانفصال عن إيران، وهي طبعا لا يمكن لها أن تذهب بعيدا عن إيران، وليس القرار بيدها أصلا، لأن هذه الجماعة أنشئت جماعة وظيفية منذ عام 86، وهم يغذون هذه الجماعة ويمدونها بكل أسباب القوة والميل باتجاه المشروع الإيراني وتنفيذ أجندة المشروع الإيراني. وبالتالي ربما قد تكون هذه من ضمن الأشياء التي تلعبها إيران، أنه يعني التصريحات النارية، السفن الحربية المسلحة تحمل السلاح، يعني هذه نوع من الاشتغال على أساس أنه نحن هنا موجودين ولا يمكن أن نسمح بأن تذهب المنطقة لأي اتجاه أو لأي مرحلة أو لأي تسوية ما لم نكن نحن جزء وشركاء فاعلين في رسم المشهد القادم. إذن هل هذا نعتبره تفسير لما يحدث، أنه قبل كل مفاوضات ربما تظهر إيران بصورة أو بأخرى، إما بسفينة أسلحة وإما بتصريح وإما بأي شيء يعكر صفو المسار السلمي أو المفاوضات؟ الإيرانيون للأمانة هم يلعبون بذكاء جدا سياسيا، يشهد لهم الذكاء في هذا المرحلة. هم يتعاملون مع خارطة العالم العربي أمامهم، من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن، هي خارطة واحدة ويشتغلون عليها كأنها رقعة شطرنج، يعني حينما تخف الجبهة هنا يشعلونها هنا، وحينما يراد التهدئة هنا تفجرها هنا. يعني المشهد متكامل بالنسبة للإيرانيين، ويلعبون بأريحية تامة فيما يتعلق بتصفية حساباتهم ونفوذهم في هذه المنطقة. بالتالي الآن ربما في إشكاليات في الملف السوري تنعكس سلبا على الملف اليمني، والعكس تماما هو الذي يحصل. وبالتالي نحن أمام يعني مجرد ما تشعر إيران أنها تخسر سوريا تعود للتمسك باليمن في اليمن والعكس تماما، وبالتالي نحن أمام حالة يجب التعامل معها ليس بنفس التكتيك المرحلي أو يعني معركة النفس الواحد، إنما يراد استراتيجية كبيرة للاستراتيجية للتعامل مع المشروع الإيراني طويل المدى، بحيث يتم فيه القضاء التام على أي تمددات قادمة للمستقبل، لأنه أي تسوية سياسية الآن مهما كانت حتى تحت لافتة استسلام جماعة الحوثي ليست فقط سوى مرحلة أو انحناء للعاصفة ومحاولة تفجيرها مرة قادمة. إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور فيصل العواضي المحلل السياسي من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى جمهور المشاهدين جميعا. أهلا بك معنا دكتور فيصل. وبداية يعني نتحدث عن ثاني سفينة إيرانية خلال شهر واحد، ألا يعد هذا إثبات أمام مجلس الأمن وأمام أيضا المجتمع الدولي بأن أو عن الدور الإيراني الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة أيضا؟ أولا هناك طبعا استهتار إيراني بكل المواثيق والأعراف الدولية، وهناك تهاون مع إيران من قبل مؤسسات النظام الدولي، فإيران كدولة داعمة وراعية للإرهاب بكل فصائله وعلى مرأى ومسمع من العالم لا يمكن أن يكون عندها شيء من الحياء والخجل، بل تبجح وإصرار على ممارسة الإرهاب جهارا نهارا، ودعم كل الخارجين على القوانين والشرعيات الوطنية والدولية والأخلاقية والدينية. نعم. طيب برأيك أستاذ دكتور فيصل، يعني أمام هذا الاستهتار الذي وصفته، هل يمكن أن يظل مجلس الأمن يعني أن يظل بالقيام بدور المتفرج فقط؟ هو طبعا علينا كعرب بالدرجة بالذات أن لا نراهن كثيرا على مجلس الأمن، فكل قضايانا العربية تمتلئ بها أدراج مجلس الأمن من قرارات، ولا تجد طريقة للتنفيذ ابتداء من قرار التقسيم في 48 الخاص بقضية فلسطين، وحتى مرورا بكل القرارات حتى يومنا هذا. علينا أن نمتلك أمرنا، وقد امتلكنا أمرنا في إطلاق عاصفة الحزم. لو كنا انتظرنا صدور قرار مجلس الأمن يدين الانقلاب في اليمن ويؤيد الشرعية، لا كانت ضاعت اليمن ولا ضاعت الشرعية ولا توصلنا إلى شيء، لو لم يكن هناك فعل حقيقي على الأرض تمثل بعاصفة الحزم التي مثلت إرادة عربية في مواجهة العدوان والتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية. يعني تقصد دكتور فيصل أن المصير العربي المشترك هو الخلاص لحماية أمن المنطقة واليمن أيضا؟
هم طبعا نحن اول شيء يجب ان يكون لنا ارادتنا المستقله، ثم اراده عربيه مستقله. نعم، اراده يعني ان يكون العرب نحن اراده عربيه مستقله جمعيه، ثم نلجأ يعني لأنه نحن أصحاب حق، يعني نحن لسنا أمة معتدية ولا نهدف إلى الاعتداء على أحد. نعم، عفوا دكتور، يعني إرادة عربية مستقلة عن من بالضبط؟ يعني عن الهيمنة الدولية بقطبيها روسيا والولايات المتحدة، عن الارتباط والتبعية، إلا يعني تنحاز لشعوب المنطقة وتؤمن بمصالحها العليا. يعني لا، نحن لا نريد مثلا تكوين أحلاف عدوانية، ليست لنا مطامع في أحد وليس لنا نوايا عدوانية تجاه أحد، لكن بالمقابل لا يجب أن نظل منطقة رخوة يطمع فيها الطامعون ونضع على خارطة المباحثات الدولية يتقاسمون العالم شرقا وغربا. نعم، إذا أمام الخطوة الأخيرة الإيرانية التي قامت بها بإرسال هذه الشحنة، ما الذي يجب عمله كمصير عربي مشترك إذا يعني المجتمع الدولي لم يتحرك تجاه هذا الاستهتار الذي تحدثت عنه أمام المواثيق الدولية؟ نحن طبعا بيدنا الآن القرار 2216 الذي وضع النقاط على الحروف في توصيف ما يجري في اليمن، ولكن هذا القرار آتي من الخارج الذي قلت علينا أن نستقل عنه. لا، هو عفوا، هذا يعني نحن قلت عندما يكون لنا موقفنا وإرادتنا الجماعية حينها ستقف معنا الشرعية الدولية. نعم. يعني القرار نموذج، القرار 2216 نموذج لحالتنا في التعامل مع الشرعية الدولية عندما نكون أصحاب فعل وأصحاب قضية وقادرين نقول بصوت مسموع هذه قضيتنا وهذه شرعيتنا، حينها سينظر العالم إلينا بنظرة عادلة، ليس يعني نظرة إلى القوي القادر المدافع عن حقوقه، وليس نعم. إلى الضعيف العاجز المستجدي المواقف من الآخرين. عفوا دكتور، ولكن قرار 2216 لم يشير إلى إيران كدولة مشاركة أو لديها تدخل واضح في اليمن، هو تحدث عن أذرع إيرانية. يعني حتى اليوم منذ عام، دكتور اسمح لي، منذ عام يعني شهدت المنطقة أكثر من إرسال شحنات، أكثر من تدخل، أكثر من تصريح يهز أمن المنطقة، وأيضا يعني يحاول أن يزعزع أي مسار للسلام فيها في اليمن بالذات، ومع ذلك لم نجد أي ردة فعل واضحة من المجتمع الدولي. أنا قلت في بداية حديثي أن هناك تهاون في التعامل مع إيران من قبل مؤسسات الشرعية الدولية، وهي تمارس دعم الإرهاب جهارا نهارا، سواء يعني حتى داعش تبين في الأخير أنها جزء منها صناعة إيرانية. أنا عندما أتحدث عن القرار 2216 هو كقرار مؤيد للشرعية، لكن موازن، يعني لم يعترض على الفعل العربي وهو قيام تحالف عربي وانطلق عاصفة الحزم دفاعا عن شرعية اليمن، ووضع حد للتدخل الإيراني في الشؤون العربية. القرار وصف ما يجري في اليمن، يعني سواء لم يشر إلى إيران صحيح صراحة، لكنه وصف الجماعة بأنها انقلابية متمردة خارجة على القانون، على أن تنصاع للشرعية وتسليم أسلحة الدولة وتسليم المدن التي استولت عليها والانسحاب من كل المرافق الحكومية. وفي هذا تأكيد، يعني لم يدين الشيء القرار أو يشير إلى أن هناك مثلا تدخل خارجي من قبل يعني ممثل في عاصفة الحزم، كما لم يشير إلى أن هناك دعم للميليشيات الانقلابية من قبل إيران، لكن بالمقابل أذرع إيران تكشفت وتعرت أمام العالم. نعم. ولم يبقى إلا الرهان على موقفنا نحن كعرب. طيب لا نعول كثيرا على يعني الشرعية الدولية، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا. طيب يعني أعطني حلول مقترحة دكتور بهذا الاعتماد على النفس، كيف يمكن حماية السواحل اليمنية من تهريب أسلحة، من يعني هناك يعني تحدث التقرير عن وجود أيضا ليس فقط على السواحل اليمنية ولكن أيضا عبر البر عبر شبوة وما إلى ذلك، كيف يمكن حماية هذه المنطقة من هذا التدخل ومن إرسال شحنات سلاح تزيد من تأجيج الوضع؟ هو طبعا هناك مسؤولية ذات مزدوجة، مسؤولية حكومتنا يعني الحكومة الوطنية في سد منافذ التهريب هذه الثغرات
في بعض الموانئ اليمنية أو المناطق اليمنية. أيضا مسؤولية التحالف الدولي، التحالف عنده تفويض دولي، التحالف العربي عنده تفويض دولي بالتفتيش كل الشحنات القادمة إلى اليمن، وقد ضبطت يعني كما أشرت يعني شحنات سواء من قبل التحالف أو من قبل قوات زي القوات الفرنسية الموجودة في منطقة جيبوتي أو دوريات الأسطول الأمريكية وغيرها يعني، لكن تبقى هناك مسؤولية مفقودة إلى الآن هي مسؤولية الحكومة الشرعية، وأتمنى أن يتم التعجيل بإعداد قوات خفر السواحل ولو بحدها الأدنى لكي تقف أو تقف يعني في سبيل أي اختراق من جهات البحر وعبر هذه المناطق. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العواضي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أنقل إليك بعض النقاط أستاذ نبيل الذي ذكرها دكتور فيصل، ربما هو ركز على مسألة استهتار إيران بالمواثيق الدولية، لماذا برأيك بوجهة نظرك أنت؟ إيران حينما تتصرف هي تتصرف من منطلق أنها قوة إقليمية أعطاها الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، أعطاها زخم كبير أن تتصرف وكأنها أحد الأعمدة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، إن لم ترى نفسها هي المتصرف الوحيد في هذه الحالة. وبالتالي هذا الاستهتار في القرارات الدولية هو ليس يعني غريب في هذا السياق، لأنه يأتي من هذه الدوافع أو من هذه المقدمات التي رأيناها في اتفاق نووي، في يعني رفع العقوبات عن إيران، في تسليمها الأرصدة المجمدة. يعني نحن أمام تطورات في المنطقة، يعني في هناك حتى أيضا في هناك ضوء أخضر غربي لإيران تتصرف كشرطي في المنطقة، واستعادة الدور القديم لإيران الذي كان يقوم به نظام محمد رضا بهلوي في السبعينات والستينات. وبالتالي هذا الدور اليوم الذي رأيناه هو نابع من وجود أيضا وجود خلل في المنطقة. يعني هناك معادلة، كان النظام السياسي في المنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط يقوم على معادلة موضوعية، معادلة توازن أركانها هي المنطقة العربية مصر والعراق أمام تركيا وإيران وإسرائيل، كان في نوع من المعادلة التي يتعايش في ظلها العرب. يعني المعادلة الآن أصبحت مختلة، تدمرت العراق، تبعتها مصر اليوم، سوريا انتهت، اليمن على وشك يعني، وبالتالي هناك معادلة اختلت اليوم، القناع والضلع العربي في هذه المعادلة انتهى تماما. وبالتالي ما الذي يحدث الآن؟ تم تخليق قوى، هذه القوى إما ردة فعل طبيعية للسياسات الغربية ولهذا الانهيار المفاجئ للمنظومات للنظام السياسي الإقليمي كداعش كالقاعدة، أو أيضا جزء منها استخدام مخابراتي في مسألة إيجاد شرعية أكبر للتدخل وضرب وإعادة تشكيل المنطقة وفقا لأجندات وخرائط جديدة يتم رسمها كما وضعها برنارد لويس في أكثر من محاضرة له. وبالتالي نحن أمام إشكالية خطيرة لا تنبع فقط من مجرد الحديث عن إيران تستهتر فقط في القرار، هناك اشتغال أيضا يتم في قرارات في كواليس هذا المشهد، هناك اشتغال على إعادة يعني خارطة سيسبيكو انتهت، لكن هناك الجزء الثاني من خارطة سيسبيكو وهي الانتقال إلى خارطة برنارد لويس وهي تقسيم المنطقة إلى كنتونات مذهبية وطائفية. ونحن أمام تحدي وجودي الآن في المنطقة العربية، التحدي الوجودي الآن آخر إن لم تكن آخر معاركه التي سيتقرر عليها مصير المنطقة هي المعركة في اليمن، معركة اليمن. وبالتالي نرى هذا الإصرار الإيراني نابع من هذه المهمة الموكلة إليها في غربيا، وهي كيف ستعمل على تدمير ما تبقى من الأنظمة السياسية العربية والمهترئة وإعادة تشكيل المنطقة وفقا للكنتونات الطائفية سنة وشيعة وأباضية وزيدية. يعني سأعود إليك أستاذ نبيل عند هذه النقطة، يعني نحن نتحدث دائما عن خطط الخصم وأفكار الخصم وهي ذكاء الخصم أيضا، ولكن للأسف لا يوجد أي خطط من قبلنا نحن لمواجهة أو مجابهة ما يحدث. ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أستاذ نبيل. يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن أن هناك خطط محكمة تقوم بها إيران للسيطرة على المنطقة، ولكن في المقابل ما هي خططنا نحن؟ هل هناك إدراك على الأقل لما يحدث حولنا؟ للأسف أقولها أنا دائما، نحن العرب نحن إلى الآن إلى هذه المرحلة بعد أكثر من 60
إلى 70 سنة من قيام الدولة الوطنية، دولة ما بعد الاستعمار والدولة القطرية ما يسموها، إلى الآن يعني تراث أكثر من 60 سنة من وجود دولة أو سلطة افتراضا، لازلنا نفكر بعقلية القبيلة العربية، عقلية الثأر وعقلية الصراع المتبادل وعقلية المؤامرات. هذه العقلية هي التي اليوم يعني مع ارتدادات ثورة الربيع العربي التي حصلت في 2011، ما الذي حصل؟ نحن كنا مقبلين على انتقال سياسي وديمقراطي، كان العالم واقف إقلال لهذا الانتقال الغريب، لهذه الثورة السلمية الشابة المدنية التي خرجت في الشوارع دون أن تطلق رصاصة واحدة. هذه الحالة التي يعني حالة تخلق يعني ميلاد أمة جديدة أو مرحلة جديدة من مرحلة من تاريخ هذه الأمة، لكن للأسف الذي حصل إنه بعض الإخوة العرب رأوا في هذا الانتقال وفي هذه الثورات أنها تهديد لمنظومة النظام العربي القديم، نظام ما بعد الاستعمار اللي هو نظام الطوائف والممالك والسلطات، وبالتالي وقعوا في خطأ استراتيجي كبير، أنه بدل أن يقفوا مع إرادة الشعوب، شعوبهم العربية الحرة، وقفوا مع إرادة قمع أو مع الثورات المضادة التي قمعت هذا الشعوب، فكان هذا الارتداد. هذه الموجة الثانية من موجة ارتداد الربيع العربي. الموجة الثانية تمثلت في سقوط عواصم كبيرة، سقوط عواصم كبيرة كصنعاء كدمشق يعني، وأيضا حتى شلل بعض العواصم الكبيرة المؤثرة كالقاهرة. القاهرة الآن أصبحت مشلولة، ليس لها أي حراك وليس لها أي قيمة في معادلة القوى الدولية والإقليمية. هذا الذي يحصل اليوم. لكن في المقابل أيضا أنا باعتقادي أنه لو أردنا يعني البناء على هذه التجربة البسيطة المسمى بالتحالف العربي برغم كل السلبيات والأخطار التي ترافق مثل هذه الأعمال الكبيرة، لكن يمكن البناء عليها بناء استراتيجي ليتزامن ويترافق مع وجود رؤية سياسية، رؤية إعلامية، رؤية ثقافية لمسار هذه المعركة، لأنه المعركة ليست فقط مجرد إزاحة الخصم أو هزيمته في معركة وبعد ذلك تعود إلى مكانك سالما، لا بالعكس، نحن أمام معركة ربما قد تطول إلى سنوات. هذه المعركة تتطلب جهود متوازية وسياسات واضحة وصف إعادة ترتيب الصف الداخلي للحالة العربية، إعادة لملمة المشهد العربي الداخلي الممزق بين تياراته الإسلامية والقومية واليسارية والمستقلة. نحن أمام هشاشة خطيرة أصابت الحالة العربية. أنا باعتقادي أنه الانطلاق إلى مشروع عربي لا يكتفي فقط بالعمل المسلح، ولكن أيضا يكون هناك يقف خلف هذا العمل العسكري المسلح انتظام لمشروع عربي واحد يضم في طياته وفي في 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 أهدافه أو في هيكله كل الأحزاب وكل التيارات وكل مشروع تنوع يرى أو يقدم رؤاه لما يجب عليه أن يكون أو ما يجب أن تكون عليه الحالة في مستقبل هذه الأمة. أما أن نركن إلى صراحات بهذه الفكرة أستاذ نبيل، يعني بهذا المشروع، هل تتفق مع الدكتور فيصل الذي قال أنه لا مراهنة على مجلس الأمن الذي يعني يتفرج على اختراقات إيران للمواثيق الدولية ولم يحرك ساكن حتى اللحظة؟ هل نبحث نحن عن مشروعنا الخاص لمجابهة ذلك؟ الركون العربي على مجلس الأمن أفقد أضاع لهم فلسطين كما أضاع لهم لاحقا بغداد. دمشق وبغداد وهلم مجر من العواصم العربية. الآن يجب أن منظومة العمل الدولية هذه، نحن سنظل المجتمع الدولي بالأخير هو مجموعة قوى ومصالح دولية لها مصالح، بس يتم ترتيبها وفق هذه المنظومة وهذه المصفوفة المعروفة بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وما إلى ذلك قوة السلام. هذه المنظمات هي عبارة عن منظمات دولية لتنظيم مصالح الدول الكبيرة. نحن حينما نأتي وننتظر من هذه الجمعيات والمنظمات الدولية الكبيرة أن تنصفنا ونحن المستهدف من هذا العمل الموجود، نحن نكون كمن يبحث يعني يبحث عن من جاء في قلب الغرق. يعني أنت تبحث عن أو يعني نحن أمام إشكالية خطيرة جدا. هذه الإشكالية تتمثل إنه أن نركن نجنب كل نحيد كل إمكانياتنا كل طاقاتنا. العرب لديهم الكثير من الطاقات التي ممكن توظيفها في هذا السياق، لديهم كثير من الطاقات التي الجميع يخشاها، وبالتالي نحن هذه القوى الناعمة أو القوى ما يسمى بالقوى الناعمة في الحالة العربية. اللي يمثل الإسلام أحد أهم أبرز هذه القوى، توظيف الإسلام كدين عالمي للسلام والرحمة، وتوظيف أيضا حالة الامتداد أو حالة الانفتاح الفضائي وحالة الانفتاح التكنولوجي الآن
في تقديم الأمة العربية بصورة جيدة وتوظيف الإعلام، لكن العكس هو الحاصل الآن. الآن الإعلام العربي هو الذي شوه العربي نفسه. نحن في حالة تمزق، حالة اهتراء، يعني الصراع الموجود اليوم بين قوى الماضي وقوى المستقبل، قوى ثورة الربيع العربي وقوى والقوى الممانعة، هو هذا الذي ولد هذه الصورة السيئة التي أدت إلى هذا التمزق. نعم، والارتداد نحو العنف. نعم أستاذ دبيل، تتحدثني الآن عن مشروع فكري نهضوي ربما بعيد المدى، ولكن يعني حتى يتم إنشاؤه، حتى لن نستطيع في لحظة وضوحها. تنبهنا للكارثة من غدا، نبدأ لإعداد العدة. ما الذي يمكن عمله حتى يعني كخطوات عملية في هذه اللحظات أو في هذه يعني المواقف التي تتداعى من قبل الآخر أمام صمت وأمام يعني اللا رد؟ أنا باعتقادي أنه من الخطوات العملية الموجودة اليوم، أنا اعتقادي أنه أيضا التحالف العربي إحدى الركائز المهمة يعني التي ممكن البناء عليها ومراكمة هذه التجربة وتسديدها ودعمها وإسنادها. لكن هذه كما قلت لك أنه يعني ليس هناك أو يعني ليس هناك توازي في الفعل السياسي والإعلامي مع التوازي مع الانتصار والنجاح العسكري، وبالتالي هذا يولد نوع من الخلل الدائم. الآن كيف نراكم تجربة هذا النجاح؟ أنه مسألة الذهاب إلى تسوية سياسية بعيدا عن تحقيق انتصار حقيقي، الانتصار الحقيقي يتوج بتطبيق القرار الدولي 2216، باعتقادي أنه نحن سنؤجل الكارثة الكبيرة. فقط نحن كل ما نعمله هو تأجيل ومراكمة التضحيات للمرحلة القادمة. الآن نبني على هذا القرار، مثلا استعادة الشرعية في اليمن تقتضي دعم الدولة، دعم المؤسسات الدولة، ملء الفراغ السياسي والأمني الموجود في المناطق المحررة، الإسراع في مسألة فك الحصار عن تعز، الإسراع مثلا في إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية في المناطق المحررة بشكل جيد. أنا باعتقادي هذه من أهم الواجبات الآن نعم. في هذه المرحلة. غير ذلك أنا باعتقادي يعني أن تظل الوضع كما هو مثلا في عدن، الانفلات الأمني الحاصل في هذه المناطق أو في حضرموت مثلا، أنا باعتقادي أنه نحن لن نفعل شيء. نعم. نحن نضيف كارثة إلى الكوارث الموجودة لدينا. نعم، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية من عدن. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور والعافية، أهلا بك وبمشاهدينا الكرام وبضيفك في الاستوديو. أهلا بك أستاذ عدنان. بداية أستاذ عدنان، يعني استمرار إيراني للعب دور سلبي في المنطقة ويستهدف أيضا أمن اليمن، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيران هي في العادة تنفذ مشاريعها وخططها المستقبلية. هناك مشكلة كبيرة بأنه لا يوجد حائط صد ردع عربي وخليجي ودولي لإيران. خلال الفترة الماضية وجدنا بأن إيران كثفت من شحنات الأسلحة، ما خلال هذا الشهر، خلال 30 يوما أرسلت إيران، أمسكت البحرية الأسترالية شحنة أسلحة، وكذلك البحرية الفرنسية. كل هذا تشير بأن إيران لا تريد مسألة السلام والأمن الدوليين. إيران تريد المزيد من التدخل والتأثير في شبه الجزيرة العربية. إيران تريد عملية إقلاع الضفة الأخرى من الخليج مقابل أمنها. الملاحظة أيضا بأن كل هذا يحدث مع عهود أوباما التي قطعها بعد الاتفاق النووي بأن إيران ستتوقف وأنها ستلجأ إلى السياسة الدولية بدلا من التدخل ودعم الميليشيات في الدول الأخرى. الواضح بأن أوباما وتعهده لم يثمر، وأن الموقف الدولي أصبح محبطا من التجارب الإيرانية في الصواريخ البالستية وفي زيادة تدخلها في الوطن العربي. كل هذا يشير بأن إيران لا تريد الانفتاح على العالم العربي، ستظل منكفئة على نفسها، ستظل تنفذ مشاريعها السلطوية والهيمنة على البلدان. هذا يستدعي وجود خطة عربية أو استراتيجية عربية مشتركة من أجل وقف وصد عمليات الدخول الإيراني. نعم، طيب أستاذ عدنان، يعني هل هذا يؤدي إلى أن الدور الإيراني ما زال موجودا وليس كما قيل سابقا أنه تراجع عن حضوره؟ لا بالطبع، إيران لم يتراجع حضورها في اليمن، بالعكس صعدت من لهجتها الخطابية خلال الفترة الماضية. كانت إيران شعرت بالتراجع والألم مع الأحاديث عن تحرير غربية عز عندما استعاد الحوثيون وقوى الصالح هذا المنفذ. احتفلت الصحافة الإيرانية أكثر مما احتفلت الصحافة المخلوع والحوثيين.
الإيرانيون يدركون جيدا بأهمية هذه المدينة من أجل تدخلاتهم في شبه الجزيرة العربية وليس في اليمن فقط. نعم. إذن كيف تفسر أستاذ عدنان يعني إصرار إيران على إرسال سفن مسلحة في هذا التوقيت بالذات؟ يعني نحن نتحدث عن سفينتين خلال شهر واحد. في العادة هو لا يوجد توقيت محدد لإيران لتدخلاتها، هي مستمرة طوال العام، لكن خلال الفترة الماضية أشعر الحوثيون أشعر والإيرانيين بأنهم أشعروا بالتخاذل من اتجاههم، بأن إيران لم تتدخل، لم ترسل أسلحة، لم تصل جيدا إليهم، بالرغم أن إيران تفاعلت معهم دوليا، ساعدتهم، قدمت لهم حتى شحنة أسلحة، وصلت أيضا إليهم عبر منافذ وتهريب صيادين وآخرين. لكن الملاحظ بأن مع أي بدء تقارب أو حديث عن قرب حل السياسي في اليمن، إيران ستدفع بأكثر بخبراء وبأسلحة حتى لا يحدث هذا السلام في اليمن. يعني هي تسعى لإفشال المساعي الأممية؟ إيران تسعى لإفشال المساعي الأممية برأيك؟ بالتأكيد، إيران حتى اللحظة لم ترحب المفاوضات الحوثيين مع السعودية، ولم ترحب أيضا بالنقاط الخمسة التي أعلنها والد الشيخ في منتصف هذا الشهر. نعم. إيران هي تريد أن تحل أن تقايض سوريا باليمن، بمعنى أن تحل أزمتين في آن واحد حتى لا تخسر تكاليف أكثر. إيران هي تعي جيدا بأنها تكسب من اليمن في السياسة الدولية ما لم تعطيه سوريا، وبالعكس سوريا تكلفها كثيرا من الثمن، 200 قائد في الحرس الثوري خلال الشهر الماضي قصوا في سوريا، فيما في اليمن لا تخسر شيء، بعض يعني 100,000 دولار لا تمثل قيمة لإيران مقابل ما تخسرهم في سوريا. نعم. إذن هل نفهم تصريحات محمد عبد السلام الأخيرة بأنه ربما حصلت له توجيهات معينة من إيران لتغيير الخطاب، وبأنه يعني يعطي مبشرات بعدم التوافق في المفاوضات القادمة؟ هو يتضح بهذا الشكل بأن إيران هي تضغط أيضا على الحوثيين. إيران هي تدعم أكثر من تيار داخل جماعة الحوثي، وهذه هي المصيبة. الحوثيين لا يستطيعون التخلي عن إيران، وإذا تخلوا عن إيران، إيران ستنجى تيارها الثاني ليطغى على التيار الأول من أجل انقلاب داخل الحركة نفسها. ولذلك يسعى هذا التيار الذي هو موجود الآن ويقود الحركة على مسألة المواءمة بين ما تريده إيران وما يريده أنفسهم من أجل الحفاظ على هذه الحركة. ربما عبد السلام تلقى أيضا معلومات من إيران. هناك تيار آخر أيضا يوجد مع الحوثيين يفاوض أيضا في عمان، لا ننسى بأن في مسقط وفي الأردن تحدث مفاوضات غير مباشرة بينهم وبين التحالف. نعم. إيران تضغط على هذه التيارات مثل ما تضغط أيضا على التيار الذي يفاوض السعودية. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل. لم ترحب إيران بالمفاوضات السعودية الحوثية، تحاول أن تسعى لإفشال أي خطط للسلام وإفشال المساعي الأممية. هل تتفق مع هذه النقاط التي طرحها الأستاذ عدنان؟ أنا أتفق معه فيما يتعلق بمسألة وجود تيارات وسط جماعات الحوثية. نعم. وجود جماعات، هذه الجماعات وظيفتها يعني مرحلية، إذا انتهت مهمة هذه الجماعة أو قصرت فيما تؤديه، ربما سيتم الانتقال للتعامل مع الجماعة الآخر. يعني الجماعة هي بالأخير، يعني مثلا نستطيع نقول الآن الذي يدير هذه الجماعة هو مكتب خاص، المكتب الخاص هذا يديره ضباط من الحرس الثوري الإيراني. نعم. وحزب الله اللبناني، هم الذين يديرون المرحلة العمليات العسكرية الآن حتى في على مستوى اليمن. يعني وبالتالي خطورة هذا الموضوع الآن إنه في تيارات وجماعات، يعني جماعات ضغط مرتبطة بإيران. أي جماعة ممكن أن تقبل أو ترضخ لسياسات غير القادمة من طهران، باعتقادي أنه سيتم توظيف أو شق الجماعة أو إنتاج جماعات أخرى. يعني إيران لاعبة على أكثر من خط في هذا الاتجاه. الجانب الخطير في المسألة التي ذكرتي أنه إيران لم ترحب بالمباحثات، يعني إيران الآن يعني عدم ترحيبها بمعنى أنها راضية بأي محادثات سياسية أو بأي تسوية سياسية، بشرط هذه التسوية السياسية أن تظل جماعة الحوثي رقم فاعل في المشهد اليمني، ويتم تكرار إنتاج طائف جديد على غرار الطائف اللبنانية وتقاسم اليمن مذهبياً
كما هو حال أو طائفيا كما هو حال لبنان. هذه من ضمن ومن صلب الاستراتيجية الإيرانية، إنه ما لم يتحقق في الحرب سنحققه في السياسة. وبالتالي الإيرانيين حينما ما لا يرحبون بأي تسوية سياسية، بمعناته إنه هم موافقين عليها ضمنا، ولكن يدفعون الخليج ويدفعون الإخوة في الخليج وفي المملكة إلى التصرف بمنطق إنه الخوف من إيران، وبالتالي العمل عكس ما تريده إيران، وهو هذا الذي تريده إيران. إيران تريد تسوية سياسية، بس تسوية سياسية بمزاجها برغبتها. هل ستحصل عليه؟ الخوف منه أن تندفع الأمور لهذا المجال. لكن هل يمكن أن يظل أو تظل جماعة الحوثي في مفاوضات قادمة رقم فاعل في المشهد؟ باعتقادي أنا إنه لن يكون هناك تسوية سياسية قريبة. الكثير يعول على هذه الكثير يعول عليها المفاوضات القادمه. انا باعتقادي انه لن يتم التوصل الى شيء، واذا تم التوصل الى شيء لن يكتب له النجاح. هذا لماذا انا ابنيها باتجاه يعني نظره تشاؤميه. ليست نظره تشاؤميه، هذا الواقع. يعني نحن لو تفائلنا بالاخير ماذا سنفعل؟ يعني نحن سنصطدم. لكن عندما اقول انه لن يكون هناك تسويه سياسيه ناجحه في المرحله القادمه، بالنظر الى بعدين اثنين: البعد الداخلي المتمثل بنظرية الحق الإلهي لجماعة الحوثي، وهذا الاستعباط العقائدي الغيبي، هذا من أهم العوامل الكوارث المهمة التي أوصلت اليمن إلى هذه المرحلة. وهذه الإشكالية والمصيبة ليس عمرها 10 سنوات وخمس سنوات، هذه مصيبة يعاني منها اليمنيون أكثر من 1200 سنة. الجانب الآخر، البعد الآخر، البعد الخارجي، البعد الإيراني. إيران حاضرة في المشهد، كيف تنفذ إيران أجندتها؟ البغداد سقطت في أغسطس 2003، إلى اليوم لا زالت العراق لم، مع أنها كلها في يد إيران، إيران التي تدير العراق، ومع ذلك لم تستقر العراق. لماذا؟ لأنه العامل الإيراني من مصلحته أن تبقى البلاد يعني رهينة للفوضى. نفس الإشكالية الموجودة في لبنان. لبنان تمت الاتفاقية، اتفاقية الصلح في 89، إلى اليوم لم يرى لبنان الخير. ما الذي يعنيه استقرار هذه الدول بالنسبة لإيران؟ لماذا تريد استقرار أن تظل هذه الدول بهذا الشكل الفوضوي؟ الاستراتيجية الإيرانية تقوم على تفتيت المجال، يعني المجال الحيوي لها هو العالم العربي. والمجال الحيوي أيضا الذي يشكل خطر بالنسبة لإيران ومشروعها هم العرب. وبالتالي العرب حينما يستقرون هم يسعون إلى أن يكونوا قوة. يعني مثلا في حالة العراق عندما استقر فترة من الزمن بسيطة استطاع أنه يواجه إيران ويهزم إيران. اليوم دمروا العراق ووصلنا إلى هذه الحال، وهذا كله يخدم الأجندات والمصالح الإيرانية. بنفس طويل مدى وصلوا إلى أن قبضوا على العراق واستتبعوها بسوريا ولبنان واليمن. يعني نحن أمام حالة يعني مستديمة معقدة، لا يمكن أن يبنى عليها مجرد تكتيك سياسي والذهاب إلى حلول سياسية كاذبة. لن يكون هناك حلول سياسية ما لم تحسم المسألة في اليمن عسكرياً، تحسم عسكرياً ويتم عودة الشرعية ويتم دحر الانقلاب وتجريدهم من كل السلاح الموجود لديهم. غير هذا أنا باعتقادي لن يكون هناك سلام مطلقاً، وإن تم السلام وإنما هو سيكون عملية تعجيل لفترة لجورة قادمة من الصراع سيكون أعنف من الحال الموجودة. إذن بهذا الحديث نختتم حلقة المساء اليمني. أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.